الله وبركاته، معكم الأستاذ المساعد الدكتور حسين طلب الطيفي من جامعة باري كلية الهندسة. اليوم أعزائي الطلبة نقدم لكم محاضرة في خصوص مادة الميكانيك الهندسي، وتحديدا في موضوع حساب الرياكشنات ردود الأفعال المدلسات. عزيزي الطالب، مثل ما تلاحظ calculation of support reactions، حساب ردود الأفعال عند المصانع، the calculation of static equilibrium، حساب ردود الأفعال بالمسامد المتزنة سكونيا، are used to calculate reactions as support and structure so long as the support system is statically determined. طبعا لحساب ردود الأفعال عند المساند نستخدم معادلات التوازن السكونية. There are a number of unknowns equal to the number of equilibrium equations of static equilibrium. طبعا يجب أن تكون عدد المجاهيل تساوي عدد المعادلات التوازن اللي هن عندنا ثلاث معادلات توازن: summation of x equal to zero, summation of y equal to zero, summation moment equal to zero. طبعا احنا ناخذ اكزامبلات امثله. اكزامبل نمبر 1 لتطبيق الكلام السابق. Calculate the support reaction in the simply supported beam ABC shown below. يعني احسب ردود الافعال عند المساند للعتب المسمى ABCD. عزيزي الطالب، لاحظ العتب مرسوم امامك، مستند على سبورت في نقطة A نوعيته هنج، وسبورت آخر في نقطة D نوعيته رول. طبعا الأحمال المنتشرة، الأحمال الموجودة على العتب، أولا عندنا concentrated force مقدارها 3 كيلو نيوتن في نقطة B، وعندنا concentrated force مقدارها 5 كيلو نيوتن في نقطة C. طبعا هذه القوة مائلة مع الأفق بزاوية 60 درجة. المسافة بين مسند الهنج ونقطة B مقدارها 0.3 متر، المسافة بين نقطة B ونقطة C 0.5 متر، المسافة بين نقطة C ونقطة D 0.4 متر. الطول الكلي للعتب مقداره 1.2 متر. فأول إجراء نقوم به لحساب الرياكشنات، أي قوة مائلة نبدي نحللها إلى مركبتين، مركبة أفقية ومركبة عمودية. فإذا لاحظ عزيزي الطالب، هذه القوة المائلة اللي مقدارها 5 كيلو نيوتن رحنا نحللها إلى مركبتين، مركبة عمودية ومركبة أفقية. المركبة العمودية راح تكون 5 في ساين 60، والمركبة الأفقية راح تكون مقدارها 5 كوساين 60. طبعا مثل ما تعرف الرياكش الهنج بنوعيتين من الرياكشنات، يعني ردود الأفعال 2، رد فعل عمودي ورد فعل افقي، راح نسميهم RAY وRAX. طبعا بالرولة عندك رد فعل واحد، رياكشن واحد فقط، مقدار نحو الاعلى مقدار RDY. راح نطبق ورا ما سوينا هاي الاجراءات، راح نطبق معادلات التوازن اللي هن الإكوليبريم إيكويشن. معادلة الاولى سمشن FX equal to zero، نفرض فرضية الاتجاه موجب. طبعا هذه الفرضية انا راح تفرضها فرضية من عندي، يعني راح نفرض باتجاه اليمين موجب. فاذا طلعت لنا النتائج مالت هاي الفرضية موجبة، فنعتبر انه هاي الفرضية شنية صحيحة. واذا كانت النتائج طلعت لي سالبة، نعتبر هاي الفرضية خطأ ونصححها. زين، فهسا تفرض نحو اليمين موجب، راح نطبق هذه. نلاحظ هذا الرسم انه ما عندي رياكشنات نحو محور الاكس اكسس، فقط الار اي اكس هذا راح يكون ياخذ اشاره موجبه، لان اتجاهه باتجاه الفرضيه الموجبه اللي انا فارضها. عندنا قوه افقيه مقدارها 5 كوساين ال 30، شوف اتجاهها عكس اتجاه الفرضيه اللي انا فارضها، فتنطيها اشاره ناقص، فراح تصير ناقص 5 كوساين 30 يساوي صفر، بعد ما عنده قوة أفقية أو قوة باتجاه محور الأكس أكسس. من هنا الخمسة كوساين 60 أنقلها لهذاك الطرف، الطرف الآخر راح تتحول إشارته موجبة.
احسبها بالحاسبه راح يطلع لي قيمتها ار اي اكس مقدارها زائد 2.5 كيلو نيوتن. بما انه النتيجه مالتي هنا طلعت موجبه، اذا فرضيه اللي انا فارضها صحيحه، ونقول هذا اتجاهها هالاتجاه هذا، فاذا اتجاه رياكشن الاي اكس راح يكون نحو اليمين ومقداره 2.5 كيلو نيوتن. بعد ما عندي ردود افعال باتجاه الاكس اكسس، عندنا ردود افعال باتجاه الواي اكسس نريد نحسبها. طبعا كم مجهول عندي هنا؟ عندي هذا الار اي واي وعندي هذا الار دي واي. فعندي فقط معادلات التوازنيه، بقى عندي معادلتين فقط اللي هن سميشن مومنت وسميشن افورت. لكي اطبقهن راح تاخذ مومنت حول نقطه الدي يساوي صفر. افرض فرضيه عكس عقارب الساعة اللي كليك وايز هو الموجب، ورحنا ناخذ مومنت في نقطة دي. فنلاحظ الـ R A Y هذا انفره بشكل وهمي حول نقطة دي، اللحظة راح يسوي لنا عزم مع عقارب الساعة، يعني الاتجاه مالته عكس الاتجاه الفرضية الموجبة اللي أنا فارضها. إذا رحنا نعطيه إشارة سالبة ناقص. العزم مثل ما تعرفون هو القوة في الذراع، فالقوة مقدارها R أي واي في الذراع، يعني المسافة من القوة للنقطة اللي تريد تاخذ عندها العزم اللي هي مقدارها 1.2، فأضربها في الذراع مقدارها 1.2. زين، بعد ما عندي، شوف هذه الرياكشن R A X راح يمر في نقطة D، يعني معناها يمر في نقطة D معناها مقدار الذراع مالته يساوي الصفر، فما راح يسبب لي عزم او النقطة الدي. يبقى عندي الحمل 3 كيلو نيوتن، لاحظ عزيزي الطالب هذا 3 كيلو نيوتن اذا فرناه بحركة وهمية او النقطة الدي راح يسبب لنا عزم عكس عقارب الساعة، يعني باتجاه الفرضية الموجبة اللي انا فارضها، فراح تعطيه اشارة موجبة. مقدار ايش قد؟ مقدار الـ R A Y احنا حسبناه بالخطوة الأولى، مقدار ال 3 كيلو نيوتن هذا 3 في الذراع مالته اللي هو مقداره 0.5 زائد 0.4 اللي مقداره 0.9. زين، بعد ايش عندنا؟ القوه الموجوده على العتب، عندي هاي المركبه الافقيه تمر في نقطه دي، يعني الذراع مالتها يكون زيرو، اذا ما راح تسبب لي عزم حول النقطه دي. يبقى عندي بس المركبه العموديه هذه اللي هي مقدارها 5 سالب من 60، هذه تسبب لي عزم حول النقطة دي. لاحظ هذه راح تسبب لنا عزم مع عكس عقارب الساعة، يعني باتجاه الفرضية الموجبة اللي انا فارضها، فأعطيها إشارة موجبة. مقدارها 5 ساين 60 في الذراع مالتها، يعني المسافة من هذه بالقوة لحد النقطة اللي انت جاي تاخذ لها العزم اللي هو مقدار 0.4 يساوي صفر، يعني بعد ما عندي أحمال أخرى أندخلها وتسبب لي عزوم حول نقطة الدي. من هنا هاي المعادلة تلاحظ عزيزي الطالب كلها معلومات عندك ما عدا رد الفعل من الـ R A Y مجهول. من هنا نحسب الـ R A Y يساوي 3.7 كيلو نيوتن. لاحظ عزيزي الطالب الإشارة طلعت موجبة، يعني معناها الفرضية اللي فارضها أني للـ R A Y هذه هي صحيحة، فتثبت وتبقى بالاتجاه الأعلى. زين، هسه لحد الآن احنا حسبنا الرياكشن R A Y وحسبنا الرياكشن R A X وحسبنا الرياكشن R D Y. بقى لنا بس الرياكشن R D Y. فلكي احسب الرياكشن R D Y راح تستعمل معادلة السميشن أوف Y يساوي صفر، افرض فرضية باتجاه الأعلى موجب، فراح يصير عندي الـ R A X ما راح تدخل بالحسابات لأن باتجاه الـ X أكسس أنا أحسب القوة فقط باتجاه الـ Y. فراح يصير عندي الـ R A Y موجب، أعطيه إشارة، زائد الـ R D Y اللي هو نحو الأعلى أيضا موجب، ناقص الـ 3 كيلو نيوتن اتجاهها نحو الأسفل أعطيه إشارة ناقصة، ناقص 5 ساين 60 يساوي صفر. فمن هنا الـ R A Y احنا عندنا معلوم الـ R A Y اللي حسبناه 3.7 كيلو نيوتن، نعوض هنا يبقى عندي فقط المجهول R D Y. فمن هنا رحنا نحسب ال R D Y مقدار 3.6 كيلو نيوتن واتجاه نحو الأعلى. بهيجي احنا حسبنا ردود الأفعال
عند السبورت الهنج وعند السبورت الرول. المثال رقم 2 example number 2 calculate the support reaction and the cantilever beam ABC shown below. لاحظ عزيزي الطالب هذا عندك العتب cantilever يعني fix من هاي نقطة الـ A وعندك free end في نقطة الـ C. طبعا نوعية الأحمال المسلطة concentrated force في نقطة الـ B مقدارها 5 كيلونيوتن وعندك inclined force مقدارها 2 كيلونيوتن ما إلى بزاوية 45 درجة في نقطة الـ C. المسافات 0.4 0.6. نلاحظ اذا اريد نحسب ردود الافعال هنا في هذا العتب عندي فقط مسند في نقطه الـ A ونوعيه المسند هو فيكس. فاذا مثل ما نعرف احنا الفيكس بثلاث رياكشنات، رياكشن نحو الواي ورياكشن نحو الاكس وعندك مومنت في نقطه الـ A. طبعا هاي عنده قوه مائله لازم احللها الى مركبتين، فالمركبه الاولى راح تصير 2 كوساين 45 والمركبه العموديه مقدارها 2 ساين 45. طبعا مثل ما تعرفون القريب ياخذ كوساين والمركبه البعيده تاخذ الساين. لكي احسب المركبه الرياكشن باتجاه الاكس حتى اقول سميشن اف اكس يساوي صفر افرض فرضيه باتجاه الموجب هذه، فما عندي غير فقط هنا راح يصير عندي الار اي اكس اعطي اشاره موجبه لان باتجاه الفرضيه اللي فارضها، وعندي ناقص 2 كوساين 45 يساوي صفر. من هنا احسب الـ RAX راح يطلع لي 1.4 كيلونيوتن واتجاه نحو اليمين. راح تفرض فرضيه باتجاه الاعلى موجب سمشن اوف واي يساوي صفر، فعندي راح يصير RAY موجب ناقص 5 ناقص 2 ساين 45 يساوي صفر. منها راح يطلع لنا الـ RAY مقدار 6.4 كيلونيوتن باتجاه الاعلى. رحنا ناخذ سمشن مومنت في نقطة الـ A يساوي صفر، افرض فرضية الكاونتر كليك وايز هو البوزيتيف، راح يصير عندي الـ MA ناقص 5، هاي القوة 5 في الذراع مالتها اللي هو مقدار 0.4، عندنا هذه راح تدخل إشارة ناقصة ليش؟ لأن تسبب العزم عكس الفرضية الموجبة اللي فارضها أني، ناقصا 2 ساين 45. في الذراع مالته راح يصير عندي هنا 0.6 زائد 0.4 راح يصير 1، فيطلع عندي الـ MA مقدار 3.4 كيلونيوتن في متر، وبذلك حسبت الرياكشنات لهذا العتب. إلى هنا نصل إلى نهاية محاضرتنا، نأمل أنه تستفادون من عندها ونلتقي في محاضرات أخرى.